وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تواصل جهودها الرامية لتعميق الصناعة وتحقيق تحسن مطرد في مسار توطين الصناعات بما في ذلك صناعة السيارات، مضيفا أن الدولة تستهدف اكتذاب المصانع العالمية لمصر. المنتج الأهم اللي احنا كمان مركزين عليه قوي والفترة الجاية وهيبقى الزيارات المستقبلية الفترة الجاية هنشتغل عليه هو مصانع السيارات، واحنا يمكن من خلال المجلس الأعلى للسيارات شغالين على هذا الموضوع بقوة، دخلنا القانون بتاع حوافز السيارات، والنهاردة الاتفاقات اللي اتعملت مع الشركات العالمية انها تبدأ تصنع منتجات جوه مصر بنفس النموذج اللي شفناه كنماذج ناجحة في بعض الدول الأفريقية هيبدأ في مصر، وان المفروض ان متوقع ان شاء الله اول خطوط انتاج تبدأ تنتج السيارات في عام 25، وده هيبقى شيء خطوة كبيرة جدا، وده شيء مهم جدا لان مصر برضو كانت فاتورتها السابقة في استيراد السيارات اكتر من 4 مليار دولار سنويا، وكل ده عشان كده احنا بنركز، الدولة بتركز والحكومة بتركز بتشوف فين الفواتير اللي كانت بترهق الاقتصاد المصري، ازاي اشجع الشركات العالمية انها تيجي تفتح هنا، ازاي احفزهم ان هم ينتجوا هنا عشان اقلل الفاتورة بتاعتي، وكمان علشان اخلق فرص عمل وادي فرصة للتصدير.